الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله ربنا وإلهنا وملجأنا وملاذنا وهو حسبنا ونعم الوكيل، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم بنوره نور قلوبنا وبسره ثبت أقدامنا وببركته أحسن ختامنا وتقبل أعمالنا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن سلك طريقه ونهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد سجل التاريخ للإسلام أنه يدعو إلى وحدة عربية شاملة، ثم إلى وحدة إسلامية كاملة، ثم إلى وحدة إنسانية فاضلة قوامها المحبة والسلام، وعدتها العلم والقوة. ولقد صان الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الوحدة من أن يعبث بها عار أو ينال منها خائن وتبرأ من الخارجين عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهد فليس مني ولست منه. فإذا كانت كلمة التوحيد باب الإسلام، فإن توحيد الكلمة سر البقاء فيه والإبقاء عليه. ألا فليعلم المسلمون أن عزهم في وحدتهم، وأن ذلهم في فرقتهم. ألا فليتدبر المسلمون وليقرأوا قول الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فاللهم امنحنا هداه، ووفقنا لما فيه رضاه، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا يا رب العالمين. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واحشرنا غير خزايا ولا نادمين، وارزقنا شفاعة النبي الأمين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عاصيا إلا تبت عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وتوبوا إليه يتقبل توبتكم، واشكروه يزدكم وأقوى.